عمليات نوعية وتكتيكية تقوم بها القوات الأمنية لمطاردة فلول الإرهاب وخلاياه النائمة في المناطق المحررة والانقضاض عليها وتفكيكها كي لا يتسنى للإرهابيين إعادة رص صفوفهم واختراق المدن التي طردوا منها. وبحسب القوات الأمنية فإن قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبإسناد من طيران القوة الجوية والجيش وطيران التحالف أنهت مراحل عمليات إرادة النصر السابعة في صلاح الدين التي امتدت على مساحة أكثر من 3000 كيلومتر مربع. قائد عمليات صلاح الدين اللواء عبد المحسن حاتم تحدث عن النتائج التي أسفرت عنها العملية التي نفذت في صحراء صلاح الدين. بالنسبة لقيادة عمليات صلاح الدين ضمن قاطع جبال حمرين من حقول علاس باتجاه جسر الزرقاء، قطعات اللي اشتركت عندنا لواء من الحشد الشعبي وأفواج الشرطة صلاح الدين ومقر العمليات سلية الآلية وسلية الهندسة ومقر العمليات وفصيل الاستطلاع. العملية أثمرت عن تطهير هذه المنطقة من العبوات الناسفة ومضافات العدو، أكثر من 50 مضافة وعبوة ناسفة و50 العثور على كدس عتاد، 50 قمرة هاون، تم تفجير هذه العبوات والمضافات وتنظيف المنطقة بالكامل. قائد العمليات أكد خلو المحافظة من فلول الإرهاب إلا أن العملية شنت على مضافات سابقة. إحنا القاطعة ماسكينها بقوة ولا وجود لداعش، لكن هذه مضافات ومخابئ للعدو قديمة ممكن أنه يستغلها في أي ظرف طارئ، احنا كلها فجرناها ونهاها. قطع عمليات صلاح الدين حقيقة آمن بشكل كامل وقطعات ماسكة كل القطع. ومثلما عاهدتنا القوات الأمنية بأنها ستبقى بجميع صنوفها عين العراق من أجل سلامة الوطن وتجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه وتطهير الأرض من مخلفاته بشكل تام، نعاهدها بالحفاظ على النصر في يوم النصر.